ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا أردشت. زوج المدام. لماذا لا يحب الرجل عندنا أن تكون زوجته لامعة ومضيئة وعليها العين؟ يحدث أحيانا هذا وليس في كل الأحيان، ولا يتطابق مع الواقع بشيء ما سنرويه من كلام، لكن في بعض الأحيان يحلو الحديث عن بعض الأحيان عن الحبيب الذي لا يعرف فعل شيء، والذي عفاه الله من المواهب والأفكار وتعذيب الحال والتعب والطموح وسهر الليالي، لأنه الكل ما شاء الله بيطلب العلا فيفكر هذا المعفي من المواهب والضرائب للوهلة الأولى بأنه لا يحب أن يرى زوجته مضيئة لامعة، لأنه لا يملك ما يجعله لامعا بجانبها فيرفض للوهلة الأولى. هذا للوهلة الأولى، الوهلة التي تبدأ فيها الزوجة بالطلب من زوجها الحبيب الذي رأت فيه من الخصال الحميدة ولمست منه الأفكار الجديدة ما يلائم طموحها، الذي ليس أن تتزوجه وتنقبر في البيت بعد أن ترمي للوطن 5 أولاد بعيون العدو الغاشم أو الشيطان الرجيم أو الحسود الذي لا يسود وحسب، وإنما يتعدى ذلك لأن تكون فاعلة وعاملة ومنتجة، وبالتالي فإن هناك مقابلا ماديا يجعل من الزوج الحبيب يتراجع عن الوهلة الأولى التي قرر فيها بينه وبين نفسه أنه مستحيل، أنه ما في مجال، أنه شو بدنا بهالسرعة، أنه لا يمكن أن تلمع هذه الفتاة وتضيء فأتحول إلى ظل لها بالضرورة يمشي خلفها محييا معجبيها ومتعرفا على أصدقائها بابتسامة فيها من الشك بهذا الصديق أو ذاك المدير الكثير الكثير، وبمصافحة فيها من العدوانية على وظائف المصافحة أولا وعلى صديق المدام أو مديرها الكثير الكثير. وبناء على ذلك ففي الوهلة الأولى سيقول هذا الزوج لنفسه عندما تعرض عليه زوجته الجميلة أنها ستعمل في وظيفة مدهشة: لا أريد أن أصبح زوج المدام. فهو يعرف أن لمعانها وشيك وضيائها قادم لا محالة، لكن في الوهلة الثانية ستقول له المدام المستقبلية التي تملك تلك الطموحات بأن تكون مداما بأن هناك مردودا ماديا طيبا سيعكس ضيائه على هذا المنزل الحميم وسيضيء ببريقه طريق المستقبل. وعند الوهلة الثالثة وبعد أن يأخذ الحبيب حاليا وجوز المدام بعد لحظات قراره التاريخي بالسماح لها بأن تلمع وتضيء، فإنه يفكر بسرعة رهيبة هل يسمح لها أم لا، لكن البقال ينظر إليه شزرا واللحام يناديه بصوت مرتفع: ليش ما عم تسلم علينا يا إيه والله هيك بيحكي اللحام عنه، لماذا لا تسلم علينا يا صاح مثقف وصاحب البيت؟ وما أدراك ما صاحب البيت، فهو يتصل قبل 5 أيام من رأس الشهر المقطوع والمحكوم عليه بالإعدام قبل أن يبدأ، ثم يعاود الاتصال قبل قدومه الكريم بيومين، ومن الطبيعي أن يتصل في عيد ليلة رأس الشهر ليهنئك بالشهر الجديد أولا وليذكرك بأنه كالموت قادم لا محالة في المستقبل، ولكنه موت يعلن عن قدومه بل ويحدد موعدا لذلك. إذن أنت على موعد مع الموت، فتقضي سهرة عيد رأس الشهر الميلادي ممتعضا وممغوصا ومشرئبا ومشمأنطا ومحبطا ومربطا ومكلبشا بقيود الواقع المرير وبأهوال المستقبل القاتمة، كل هذا في وهلة واحدة. فتقول في نفسك: لما لا، يعني بالعربي الفصيح ليش لا، بس رح أربطها بحبله. ويعلن عن قراره التاريخي وتوافق هي على الحبلة، فيكون هو الرابط وهي المربوطة، فلا يكون كلب المدام بل سيكون صاحب المدام ومالكها وموجهها نحو فعل الخير. وفي هذه الصفات ما هو أجمل وألطف وأحلى من أن يكون جوز المدام، لكن ستلمع وتلمع وتطلب أن يغير لها الطوق كي يناسب ملابسها الأنيقة، فتطلب أن تشتري طوقا سينية مواده الأولية اللؤلؤ والألماس كما أطواق زوجات عباس وفرناس، فيفخر صاحبها ومالكها فاه يا صاح، ويقول لها ودمع العين يسبقه: ومنين لحقها الطوق؟ فيسمعه فرناس ويأتي له بالطوق بسرعة البوق لضرورة القافية: الله يعطيك العافية. وترتدي المدام الطوق لكن حبله محروق، فيكتفي زوج المدام بمساعدتها كل يوم في لبس الطوق وشلح الطوق، وروق يا حبيبي روق، أنا أحسن مدام بالسوق، تتهنى وتتربى بعز المدام والله يخلينا إياك. Ah!
هكذا حدثنا عن دمشق. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.